مزيد من القراءة والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الألمانية برلين الدكتور عبد المسيح الشامي الخبير في العلاقات الدولية. دكتور عبد المسيح، بعد التحية، في البداية كيف ترى دلالات الحرص القائمين على مؤتمر ميونخ للأمن والسلم إلى الوجود المصري والمشاركة المصرية في هذا التجمع الهام؟ تحية لك بداية وللسادة المشاهدين. لا شك أن يعني الحضور المصري والوجود المصري في هكذا مؤتمر مهم، خصوصا في هذه الفترة ربما التي يمر بها العالم من تقلبات أمنية وحروب وخلاقل في كل مكان حقيقة، ليس فقط في المنطقة العربية. اليوم أوروبا أيضا ربما منذ سنتين تعاني وكثير من بقاع العالم، لذلك الوجود المصري في خضم هذا الصخب الذي يشتهي العالم مهم جدا وله دور كبير وله تأثير كبير، خصوصا وأن مصر تلعب دور مهم كثيرا في أهم الملفات المطروحة اليوم ربما. صحيح. على أول يعني قائمة المواضيع التي ستطرح في هذا المؤتمر وهي الحرب في غزة. مصر لها دور قيادي وريادي في هذا الأمر ودور حاسم ربما في مصير هذه المعركة وفيما سوف يترتب عليها، إضافة إلى الدور الأساسي أيضا في كثير من الملفات المطروحة كملف اللاجئين وغيره. كل هذه الأمور مهمة جدا وهي يعني في أول سلم المواضيع المطروحة في هذا المؤتمر، ولذلك مصر بهذا الحضور تشكل لا شك أن رقم صعب وحضور مهم في هذا السياق. الأحداث في قطاع غزة يبدو أنها فرضت نفسها على مؤتمر ميونخ في دورته هذه، ما هي أبرز الخطوط العريضة المطروحة أو التي طرحها الحضور من خلال مشاركتهم في مؤتمر ميونخ؟ يعني كما تفضل طبعا يعني الحرب في غزة طغت فعلا على خصوصا يعني أن هذا المؤتمر هو مؤتمر للأمن بشكل أو بآخر، وبالتالي اليوم الحرب في غزة لا شك أنها تشكل تحدي أمني كبير للعالم، ولذلك اليوم التحديات أو المواضيع التي تطرح أولا يعني كما بات واضح ربما منذ بداية هذه الحرب وحتى الآن هو قضية أولا حماية المدنيين، قضية مهمة جدا، وكيف يمكن أن يعني يخرج هذا المؤتمر بصيغة يمكن أن تفرض حل سياسي لهذه القضية ولتجديد أيضا المدنيين شر القتال بشكل أو بآخر. هنالك أزمة إنسانية وأزمة فعلا يعني أزمة حياة أو موت بالنسبة لقطاع غزة، إضافة إلى لا شك يعني اليوم قضية الهجوم على مدينة رفح وهذا التحدي وهذا ربما الاستعصاء. صحيح. الكبير وربما يعني القنبلة الموقوتة التي إذا انفجرت يمكن أن تؤدي فعلا إلى تفاقمات سيئة جدا في سياق الحرب في غزة، أيضا هذه بصميم المواضيع المطروحة، إضافة إلى يعني طبعا ربما ما بعد الحرب كيف تتعاطى، كيف يمكن أن يتعاطى المجتمع الدولي مع نتائج هذه الحرب في حال فعلا استمرت إسرائيل في عدوانها وضربت مدينة رفح. كل هذه القضايا متفجرة جدا في الدخل. صحيح. دكتور، يعني هناك تحذيرات من الحضور فيما يتعلق بالتعامل الإسرائيلي الكارثي فيما إذا أقدمت إسرائيل على عملية تهجير قسري للفلسطينيين في قطاع غزة، كيف يمكن أن يتم استغلال هذا الأمر في مزيد من الضغط على إسرائيل لإثنائها فيما يتعلق بالتحرك على الساحة الدولية بالتأكيد لإثنائها عن مثل هذا الأمر؟ تماما، يعني هذه نقطة ربما مهمة جدا. يعني الجدير بالذكر ربما هنا أن يعني أو يعني نتائج عملية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والذي تعمل عليه ربما إسرائيل بشكل حثيث والذي تتصدى له مصر منذ بداية الحرب حقيقة وليس الآن، هذا أمر يعني يخص أو ربما ينعكس على العالم كله. يعني قضية التهجير لن تقتصر نتائجها السلبية على القضية الفلسطينية، بل سوف تنعكس على كل دول الجوار وسوف تستمر و
تنتقل شظاياها أيضا إلى القارة الأوروبية، كما نعرف أن كل موجات اللجوء بشكل أو بآخر والتهجير القسري التي جرت في المنطقة، إن كان في سوريا، في لبنان، في العراق، في كل هذه المناطق، في ليبيا، في كل الدول التي انتهبت في هذه الحروب، بالنتيجة انعكست بشكل سلبي جدا أيضا على القارة الأوروبية. وبالتالي القضية هي قضية أمن دولي حقيقة، ليست يعني مجرد أمن مصري ولا حتى أمن فلسطيني. صحيح القضية دكتور. هنا أن مصر هي تقف ربما في المقدمة، ولكن هذه القضية قضية عالمية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية. أشكرك جزيل الشكر من برلين، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور عبد المسيح الشامي، الخبير في العلاقات الدولية.